البنات واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير احوالكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم بخير احوالكم. كيما راكم تشوفوا اليوم، تشوفوا انا وماما كنا في الكوزينه لانه اليوم رانا معروضين عند يوتيوبر صديقه الماما، يعني قبل ما تكون ما نعرفها انا هي صاحبه ماما، يعرفوا بعضهم. المهم كي زدت جيت انا زدت تعرفت عليها، هنا كانت عرضتنا من نهار جيت، كانت كل مره تقولنا نعرضكم نعرضكم، بصح ما ولاتش الفرصه. اليوم بربي ان شاء الله عرضتنا وكثر خيرها بزاف بزاف. حبيت نديروا لها حاجه هكذا خفيفه في قدينا، درت بنيون او بنيون كل واحد كيفاش يسميوه. نعطيكم بنات المقادير اللي حبت تهز الوصفه. انا كي قلت بهذيك الغميقه الصغيرونه، بصح اللي يحب يسكيل بالكاس ولا بالفنجان كل وحده والمقادير تاعها. اكيد انا كثرت شويه باش نخلي شويه لوليدات كيما تعرفوا يسخفوا. عندي كيله تاع كاطو بيمو، كيله تاع كاطو ماكاو. ماكاو اكيد تعرفوه، هو يجي في الذوق تاعو مر شويه، على بها درتو باش يكاسي لي خطاك شنو من بعد عجنت بالعسل. عندي كيله تاع جوز، كيله تاع كوكاو، كيله تاع حلوه الترك، كيله تاع قطايف. شوفوا البنات للامانه كيما القطايف كيما كاطو ماكاو ماشي شرط انكم ديروهم، انا حبيت برك باش نزيدهم نبدل الذوق هكذا شويه في البنيون تاعنا. من بعد ولي درت لهم الزبده الذايبه اكيد، والكاكاو بلا ما ننساوه. درت لهم الزبده ذايبه وزدت عجنتهم بالعسل. كي رونتهم ما عجنتهمش عجينه، خليته مرمل. عجينه مرمله ماهيش معجونه، خلاص تجيك كيما حنا نقولوا الرمل، على بها عيطولها عجينه مرمله. قالت لي ماما لازم نديو لها حاجه نكون انا اللي خدمتها، يعني ما بغاش تشري حاجه ولا ليكي اول مره رايحين ندير لها حاجه بيدي نذوقها كيما نقولوا الملح هكذا ما بيناتنا، وربي يدوم العشره ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. اللي هنا درتو فيه هذا السيليكون تاع نص كره، وانتم السيليكون اللي تحبوا ديروه، يعني قلب ولا دائري ولا تحبوا ما ديروش فيه سيليكون، تقدروا ديروا دواور هذوك العاديين او كريات عاديين. وبعد درتو فيه الشيكولا اكيد، زدت لها شويه تاع الزيت، ومن بعد درت لها كوكا وحطيتها كيما رايها. بس كون صحتكم بخير احبكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد انا وماما. اهلا وسهلا بكم البنات، لاباس ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير. بكم رانا زربانين، المهم بابا جاب لنا الطوموبيل لانه اليوم رانا معروضين عند يوتيوبر. هنا هي صديقة ماما من قبل، هي صاحبتها يعني، كانت باغية تعرضها ماما وقلت لها خلي حتى نجي زينة نخليها لكم مفاجأة، كي نروحوا وتشوفوها تعرفوا شكون هي. المهم ماما شوفوا اللي تجي عرضها تقول لها خلي حتى نجي زينة بخير، يقولوا لها روحي انت وكيزيد تجي زينة ويزيدوا نعرضها. راكي معروضة روحي، نقولوا خلي نجي بنتي، خلي حتى نجي بنتي، قولوا لها روحي وزيدوا نجي كي عمر. عمر يبكي او هابط عمر. يلا يلا يا عمر. هنا طبعا كنا وصلنا، كانت هذه هي اول مره نشوف اسماء بالقط، يعني هذه هي اول مره نتعرف بها، ما كانت تعرفها من قبل شايفتها يعني ويتلاقاو، اما انا هذه هي اول مره نشوفها. هذه بنتها الكبيره الله يبارك ربي يحفظها ان شاء الله وربي يحفظ لها وليداتها. بصراحه فرحت بينا بزاف وكرمتنا وكانت طيبه بزاف بزاف ومتواضعه ثاني.
عرضتنا على قهوه وعرضتنا ثاني على العشاء. المهم هنا ما رحنا شويه بكري صراحه، انا اللي طولت. رجل عروس من بيت ابويها، هيا 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 هيا. ما رحناش بكري كيما قالت لكم زنوبه، قولوا شويه ايش قد كسا ونوصل السبعه هكذاك هكذاك. وقالت لنا اسما نحط لكم القهوه قبل تسقهوا بسم الله ما شاء الله. وتلي مهمتها واش نقول لكم يا البنات، سكر حبه سكر باك نحطها في عينيا نقولها كثر خيرك بزاف اميمتي. كي سمعت بينا بلي انا رايحين اكيد قالت الروح، مع انها ما على بالهاش بلي انا واش هي اسما. قالت لها راح نعرض وحده حبيبتي، جات بنتها من مصر وهي قالت لها ما تقوليليش ام زينب الصيفيه. الام حيرت كيفاش ام زينب الصيفيه تعرفها، قالت لها هذيك هي اللي راني متبعتها. شوفوا هنا كفراني وفرحوا بينا، الله يبارك والله. ناس سكر وناس عسل، يعني ربي يحفظهم ان شاء الله. وشكرا لهم بزاف 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 اللي عرضوني واللي عيطوا لي، والله فرحوني بزاف. كثر خيرهم بزاف كيما فرحوا بنتي، ربي يفرحهم ان شاء الله. ونقول الاسماء ان شاء الله نخلف هالك في الفرح يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بالنسبة طبعا للوصفات والمملحات هذو كامل تلقاوهم في قناتها، طبعا هي قناتها الله يبارك ما شاء الله، يعني دير هذه التحليات، دير الكاطو، دير كامل اللي دارتو لنا راه مصور عندها. هي غنية عن التعريف، ويمكن اللي راهم يتبعوا فينا يكونوا يتبعوا فيها ثاني. والرابط تاع الفيديو تخليه زنوبة في صندوق الوصف، في صندوق الوصف اللي حبت تدير الوصفات هذو. واش نزيدكم؟ شوفوا ما خلاتناش نقعدوا، خلاص حطت لنا الكاطو، من بعد ولات جابت لنا الجي، من بعد جابت لنا هذه القهوه. المهم الحمد لله ربي وصلنا عند اليوتيوبر اللي كنا رايحين لها، جينا عند اليوتيوبر المعروفه اللي هي مصطيفيه اسماء بالقط. بصراحه هذه اول مره نشوفها، ماما كانت تعرفها قبل، انا هذه اول مره نشوفها وتشرفت فيها بزاف 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 وفرحت والله العظيم فرحت. انا ماما تحكي لها عليها بزاف ونقولها اسماء واش فيها، واش فيها الاخلاق ودين وثقافه، بس حقك مش كيما بصح كي شفتيها بالعين المجرده باش شوفوا. من انا نعطيكم رمارك باللي سوا زينب ولا مها، انا مها بون كنت نعرفها من قبل كي شفتها اول مره، دونك نحكي لها وقلت لها باللي كي شفتك لا بوميير فوا في الكاميرا اي، وقلت هذه لا ما عرفوش يصوروها. ومن بعد شوفوا الكاميرا راهي ماهيش عطيتهم حقهم، صح الكاميرا وشحال من وحده نلقاها برا تقول لي تبيني سمينه. ها سوا زينب ولا مها ما شاء الله عايشك ربي يحفظك، والله تشرفت بها بزاف بزاف وفرحت والله العظيم. يعني انسانه من اطيب الخلق وانسانه متواضعه وفحله، وماماها ثاني راهي معاها. ربي عايشك ربي يحفظك، من اطيب الناس ومتشرفين بهم والله، هذا شرف لينا. عايشك شرف لينا كي نجيو هكا نزورو البلاد نتلاقاو مع ناس الله يبارك، نعرفوا ناس هكا متواضعه نخالطوا نتعرفوا على بنات بنادنا والحمد لله. والحاجه اللي فرحتني بزاف قالت لي اسماء كي كنت ماما جايه لي بايتا، قالت لي شكون، قلت لي قلت لها ام زينب سبايكي، يا ام زينب انا متبعتها انا جايه، قلت لها انا جايه اي عيش حاجه تعطيني اكثر وقتي لمصر. كي جات لمصر كيف قلت لها الهدايا تاع الهدايا جابت، قالت كيما قالت لك جايت لهم لي جوايا ربي يحفظكم الله متشرفين عايش انا رايحه ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. لا شوفي والله كون دارت لنا اقسم بالله يعني الواحد قالت لي ديري لي بربوشه بالحليب والبصله بين قوسين انا ثاني موت عليها بصح ما نديرهاش نضيف لها. ليش تاع شي خاي تفرجوا فيا في مصر، شوفي الفرحين الجزائريين، شوفي الفرحين اللي راح تبتي بينا والفرحه والمسلمين ان شاء الله سهل. نفس هي خاوة 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 صح نبتي نهار نهار يجيك خطاب نهار شكوى نهار يجيها الخطابة يجيها من ولاية ولاية صح تقول لهم احنا نديروا قهوة هي يقول لها ديري لي قهوه الخطابه تمسخري بيا روح يجيب لها الغدا يحطوها تعرفي صايبه يا مكرمين كنا غادي نديروا له انا شتي البربوشه قالت لي واش ندير لك، قلت لها ديري قلت لها والو، بعد قلت لها ديري شوفي بربوشه بالحليب والبصله تكفيني. هاي راح تشوفي بربوشه بالحليب انا راح ناكل بربوشه نوريكم بربوشه بالحليب اللي دارتها لنا.
وكيما رحناش بكري قالت لنا لازم نحط لكم القهوه، قلت لهم ما خليت حتى حاجه جابتها لنا. كلينا بعد ولات وقيله ساعه ولا ولا جابت لنا العشاء، قلت لها وين نحطوه وين، قلت لها دوك نبقاو. زينب قالت لها انا يومين دوك ما ناكلش، قلت لها يعني منك بالصحه زينب يومين ما تاكليش. قلت لها يومين ما ناكلش مع ذاك الكاطو حلو، واكم تعرفوا الحلاوه من بعد وليد يعني بصح ربي يحفظها ان شاء الله. والله الماكله ما شاء الله اللي درتها، سورتو هذيك لاسوب درتها تهب الخبز دار ثاني، درت لنا ذاك اللحم، والله ربي يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ربي يحفظها ويخلي لها وليداتها، خاصه الام نقدم لها تحيه خاصه اللي كي تفكرتني وقالت الاسماء قالت لها كيفاش بنيتي تجي وما تلقانيش. ام زينب قالت لها انا نموت عليها، نقول لها انا ثاني ميمتي مع اني جامي شفتك، اول مره نشوفك، انا اللي مت عليك وانت اللي خليتي لي بصمه هكذا في قلبي. ربي يعيشك ان شاء الله ويخليك لوليداتك. قعدنا وكملنا ثاني تعشينا، قعدنا نحكي وسهرنا، يعني ما صورت لكمش غير فقط هكذا مقتطفات فقط تشوفوا معنا، لانه على بالي طولت عليكم في المونتاج، صراو معايا ظروف. المهم بصح طولت عليكم معليش، هذا هو الفيديو اللي كنت صورته. وحنا جتيني من عندها بكري تقريبا على 10:30 ولا، المهم ولينا روحنا طحنا كاو، يعني ما قدرتش نزيد نكمل نصور لكم ولا، خلاص تعبت بزاف اصلا في راني في دزاير غير نجري، يا شوفوا ملي جيت وانا راني غير نجري، ما كانش عندي الوقت خلاص والله ما ولا عندي الوقت. شكرا لها بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه والى الملتقى ان شاء الله.